ربما أدرك وزير الدفاع القطري خالد العطية أن مهمته انتهت بتوقيع فاتورة حروب النظام التركي التخريبية في ليبيا. القصة بدأت بالزيارة التي قام بها وزير الدفاع التركي خالوصي أكار ونظيره القطري إلى العاصمة الليبية طرابلس، زيارة تخللتها لقاءات مع مسؤولين في حكومة الوفاق الإخوانية وقادة المرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا، والاتفاق على تحويل ميناء مصراطة إلى قاعدة بحرية عسكرية للسفن التركية. في مشهد لا يخلو من السخرية والاستغراب والتهكم، تداول مغردون من بينهم قطريون صورا يظهر فيها وزير الدفاع التركي خالوصي أكار يتصدر المشهد ويلقي كلمة وسط مجموعة من الجنود، فيما يقف نظيره القطري في الصفوف الخلفية دون مراعاة لأي بروتوكولات أو تقدير لمنصبه. الحديث يدور هنا عن لحظة تحول فيها العطية من وزير دفاع إلى وزير لدفع الأموال. ما حصل من إهانة يعد طبيعيا ونتيجة حتمية لسياسات النظام القطري التي أفقدت الدوحة سيادتها واستقلالية قرارها لصالح النظام التركي. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها المسؤولون الأتراك توجيه الإهانة لنظرائهم القطريين، بعد أن تعمد أردوغان إهانة العطية خلال زيارته للدوحة مطلع يوليو الماضي. كان حينها العطية في استقباله على أرضية المطار، فلم يبدي الرئيس التركي له أي اهتمام وسار أمامه في مشهد يعكس التبعية في أبشع صورها.